ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے آفت پھیلی ہوئی ہے، ہر چھوٹا بڑا اس کا شکار ہے اور آفتیں اس قدر ہیں، بیماریاں امراض کی وجہ سے پوری سپر پاور جو طاقتیں وہ بے بس نظر آتی ہیں، میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے، سائنس ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں، تو گویا کہ یہ ایسی آفت ہے کہ جو پوری کائنات کی انسانیت کو پریشان کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین کام کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زماں، آپ کے الفاظ قدسیہ، آپ کی احادیث طیبہ، آپ کی سنن اور آپ کی مستحبات جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ مجموعہ ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور اس کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، علم و فضل کا اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، اور ان کی جو کتاب صحیح بخاری اصل کتب بعد کتاب اللہ کا اعزاز حاصل کر بیٹھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کی اور جہاں کتنی کرامتیں ہیں، ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے آفتیں ہٹا دیتے ہیں، دنیا سے امراض اٹھا لیتے ہیں، دنیا سے تعاون چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء بخارا، علماء سمرقند، علماء ماوراء النہر، ان کا تجربہ ہے، 13 صدیوں سے امت کا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی روز زمین پر آفتیں نازل ہوئیں، جب بھی کسی زمین پر جو ہے آسمانی قہر ٹوٹا ہے، تو یہ قرآن، یہ صحیح بخاری شریف کا کہ جب تلاوت کی گئی، اس کا درس دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دنیا سے ان آفتوں کو دور کر دیا۔ اور ایک عرصے سے میں اہل علم کو یہ درخواست کرتا رہا کہ صحیح بخاری شریف کی تلاوت کریں، یہ کرونا وائرس آیا ہے لہذا صحیح بخاری شریف کی تلاوت مدارس کے اندر ہو، مکاتب میں ہو، مساجد میں ہو، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جیسے 13 صدیوں سے یہ جو ہے وہ محدثین کا تجربہ ہے کہ یہ بیماریاں سب کی سب اٹھ جاتی ہیں، تو یقیناً آج کرونا وائرس کے حوالے سے جو آفت اتری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اٹھا لیں گے۔ ظاہر ہے کہ لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا، تو میں نے خود پھر اس کا اہتمام کیا اور پاکستان کے اندر میں نے 2 علماء کرام کی ذمہ داری لگائی اور وہ علماء کرام اس کی تلاوت کر رہے ہیں، چنانچہ ایک جو ہے حضرت مولانا مفتی صبغت اللہ عدن صاحب اور دوسرے حضرت مولانا قاری رضوان صاحب، یہ دونوں حضرات جو ہے یہ وہاں تلاوت کر رہے ہیں، اور تقریباً جو ہے 500-600 صفحات تک بخاری شریف کی تلاوت ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے رحم ٹی وی کو پر لائیو جو ہے اس کو نشر کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جب رحم ٹی وی کو پر ان قریب چند دنوں کے اندر جب وہ لائیو آنے لگے تو آپ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اس کو لائیو جو ہے آڈیو لگا دیں، ویڈیو لگا دیں، تاکہ اس کی گونج جو ہے بخاری شریف کی تلاوت کی پورے گھر بار کے اندر ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ یہ کرونا وائرس تو کیا کسی قسم کی بھی آفتیں ہوں گی، اس گھر سے، اس دھرتی سے، اس خطے سے اللہ تبارک و تعالی ان آفتوں کو اٹھا لیں گے۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے بالکل منتظر رہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے وہ تلاوتیں مکمل ہو رہی ہیں، تبھی جو ہے انشاءاللہ وہ تلاوت جب ان کی شروع ہو تو آپ حضرات جو ہے ضرور اس کو خود سنیں بھی، اور جو وہ اس کو گھر کے اندر بلند آواز سے لگائیں بھی، اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں۔ جب پورے عالم کے اندر جگہ جگہ بخاری شریف کی تلاوت جو ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر ہونے لگے گی، آپ کے فون کے اندر ہونے لگے گی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کرونا وائرس جی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرح کے کتنے بھی وائرس ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین سے مٹا دیں گے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں، مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے آیات سجدہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں ان کے بارے میں امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، اس کی تلاوت ابتدا کرتے ہیں۔ باب ما جاء فی سجود القرآن وسنتہ،
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه وغير شيخ أخذ كفا من حصن من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا فرأيته بعد قتل كافرا. باب السجدة تنزيل باب السجدة تنزيل السجدة. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الجمعه في صلاه الفجر الف لام من تنزيل السجده وهل اتى على الانسان. باب السجده صاد. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال وابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن كرمه عن ابن عباس رضي الله عنهم قال الصاد ليس في عزائم السجود وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. باب السجده النجم. قال له ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا سوره النجم فسجد بها فما بقي احد من القوم الا سجد فاخذ رجل من القوم كفا من حصى او تراب فرفعه الى وجهه وقال يكفيني هذا قال عبد الله فلقد رايته بعد قتل كافرا. باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء وكان ابن عمر رضي الله عنهم يسجد على غير وضوء. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابن الوارث قال حدثنا ايوب عن كرمه عن ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. ورواه ابراهيم بن طهمان عن ايوب. باب من قرا السجده ولم يسجد. وبه قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن حصيفة عن ابن قصيت عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت فسمع أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم ولم يسجد فيها. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيت عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم ولم يسجد فيها. باب سجدته إذا السماء انشقت. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم ومعاذ بن فضالة وقال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال رايت ابا هريرة رضي الله عنهم قرأ اذا السماء انشقت فسجد بها فقلت يا ابا هريرة لم أراك تسجد قال لو لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم سجد ولم سجد لم اسجد. باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود رضي الله عنهم لتميم بن حزلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال أسجد فإنك إمامنا فيها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. باب ازدهام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. وبه قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود.
وقيل لعمران بن حسين رضي الله عنهم الرجل يسمع السجدة ولم يجلسها قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يجيبه عليه وقال سلمان رضي الله عنه ما لهذا غدونا وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة فإذا كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك وكان سائب بن يزيد لا يسجد بسجود القاصي وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنهم فقرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النخل حتى إذا جاء سجد فنزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاءت السجد قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ولم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنهما على عتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم رضي الله عنه فلا أبي القاسم رضي صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته يهان سي امام بخاری نے ایک نیا باب باندھا ہے ابواب تقصیر الصلاۃ اس کی ہم ان احادیث کے ہم ابتدا کریں گے باب ما جاء فی التقصیر وکم یقیم حتی يقصر وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر فنحن اذا سافرنا 19 قصرنا وان زدنا اتممنا وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق سمعت انسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا الى المدينه فقلت اقمتم بمكه شيئا قال اقمنا بها عشرا باب الصلاه بمنى وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قال أنبأنا أبو إسحاق سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين وبه قال حدثني قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنهم بمنى أربع ركعات فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي مع أربع ركعات ركعتان متقبلتان باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته
وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي العاليه عن ابي العاليه البراء عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه للصبح رابعه يلبون بالحج فامرهم ان يجعلوها عمره الا من كان معه حدي تابعه عطاء عن جابر رضي الله عنه باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم صفر يوما وليلة فكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهو ستة عشر فرسخا وبه قال حدثنا إسحاق قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة إلا معها ذو محرم تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل مالك عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنهم باب يقصر إذا خرج من موضعه وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة فقال لا حتى ندخلها وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر فأتمت صلاة الحضر قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم ما تأول عثمان باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم وكان عبد الله بن عمر يفعله اذا اعجله السير وزاد ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم وكان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأتي صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير فقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل باب صلاة التطوع على الدواب حيثما توجهت به وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة
قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب الإيماء على الدابة. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال قال كان عبد الله ابن عمر يصلي في السفر على راحلته اينما توجهت به يؤمن. وذكر عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب ينزل بالليل مكتوبه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره رضي الله عنهم أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يؤمئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلة نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة فنزل فاستقبل القبلة. باب صلاة التطوع على الحمار. وبه قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا هبان قال حدثنا حمام قال أخبرنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني أن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. رواه إبراهيم بن تهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلوات وقبولها. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سألت ابن عمر رضي الله عنه قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبولها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وركعتي الفجر. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر غير أم هاني إن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه رضي الله عنهم أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبيحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمي برأسه وكان ابن عمر يفعله. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء.
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت زهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد بين السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين بن المعلم عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السبر. وتابع علي بن المبارك عن يحيى عن حفص عن أنس رضي الله عنهم جمع النبي صلى الله عليه وسلم. باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله بن عمر يفعله إذا أعجله السير يقيم المغرب فصل فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدات حتى يقوم من جوف الليل. وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرني عبد الصمد قال حدثني حرب قال حدثنا يحيى قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء. باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. وفيه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا حسان الباسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما فإذا زاغت صلى الظهر قام ثم ركب. باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت الصلاة إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. باب صلاة القاعد. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن أجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا فإذا رفع فارفعوا. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثني ابن عيينة قال عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعد فصلينا قعود وقال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبر فإذا ركع فركع فإذا رفع فارفع وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم حا. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبصورا قال سألت
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد باب صلاة القاعد بالإيماء وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد العبدل قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين رضي الله عنهم وكان رجلا مبصورا وقال أبو معمر مرة عن عمران بن حسين رضي الله عنهم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد باب إذا لم يطيق قاعدا صلى على جنب فقال عطاء إذا لم يقدر على أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه وبه قال حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المقتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهم قال كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قاعدا وركعتين قائما وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد أباب النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية فقام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة استجع ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون افیشیل کو سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب التہجد آج ہم انشاءاللہ کتاب التہجد شروع کریں گے امام بخاری رحمہ اللہ اس کتاب میں وہ احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں جن کا تعلق تہجد کی نماز کے ساتھ ہے آج انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید باب التہجد باللیل وقوله عز وجل من اللیل فتہجد به نافلۃ لک حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن ابي مسلم عن طاوس سمع ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعه حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت
قدمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيره. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو مية ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب فضل قيام الليل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر حا وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله تعالى عنه قال كان رجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البير وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع فقصصت على حفصة رضي الله تعالى عنها فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل وكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. باب طول السجود باب طول السجود في قيام الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته يسجد السيدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يستجيع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. باب ترك القيام للمريض. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا ويقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله قال احتبس جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه الشيطان فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا رضي الله تعالى عنهما ليلة للصلاة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بن بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ الصواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال لا تصليان فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعت وهو مظل يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات الليل في المسجد فصلى بالصلاة ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة في الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في رمضان. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل حتى ترم قدماه. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها حتى تفطر قدماه والفطور الشقوق إن فطرت إن شقت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت المغيرة يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. باب من نام عند السحر.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن دينار أن عمر بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله الصلاة داوودا وأحب الصيام إلى الله الصيام داوودا وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم صوما يوما ويفطر يوما. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم. قلت متى كان يقوم؟ قال يقوم إذا سمع الصارخة. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث قال إذا سمع الصارخ قام فصلى. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما تعني النبي صلى الله عليه وسلم باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغ من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا. فقلنا لأنس بن مالك كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. باب طول الصلاة في قيام الليل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا ما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله بن عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوش صفاه بالسواك. باب كيف الصلاة الليل وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله إن عبد الله بن عمر قال إن رجل قال يا رسول الله كيف الصلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرني إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن فثاب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنزة عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل وقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه إلى قول صبحا طويلا وقوله علم أن لن تحصوا فتاب عليكم إلى قوله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نشا قام بالحبشية وطأ مواطأة للقرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه ليواطئوا ليوافقوا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشأ أن ترى من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد. باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب عند كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا قال أما الذي يصلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة.
باب اذا نام ولم يصلي بال الشيطان في اذنه. حدثنا مسدد قال اخبرنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى اصبح من قام الى الصلاه فقال بال الشيطان في اذنه. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ينامون. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. باب من نام أفضل الليل وأحيا آخره. وقال سليمان لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم نم فلما كان من آخر الليل قال قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سليمان. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حا حدثنا وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال كان ينام أول ويقوم آخر فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وثب فإن كانت به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أن سأل عائشة رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فقال ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا فإذا بقي عليه من السورة 30 آية أو 40 آية فقام فقرأهن ثم ركع. باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو سامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت الدفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. باب ما يكره من التشديد في العبادة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن الصهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا ما هذا حبل لزينب فإذا فطرت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام بالليل فذكر من صلاة فقال ما عليكم بما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا. باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. حدثنا عباس بن الحسن قال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن الاوزاعي حدثنا وحدثني محمد بن مقاد ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدث ابن ابي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن حكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة بهذا مثله وتابعه عمر بن أبي سلمة عن الأوزاعية. باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر عن أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفيهت نفسك وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصم وأفطر وقم ونم. باب فضل من تعار من الليل فصلى.
حدثنا صدقة قال أخبرنا الوليد هو ابن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانين قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا أستجب لي له فإن توضأ قبلت صلاته حدثني يحيى بن بكير قال حدثني ليس عن جونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي السنان أنه سمع أبا هريرة وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث يعني بذلك عبد الله بن الرباحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر الساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذ ثقلت بالمشركين المضاجع تابعه عقيل وقال الزبادي أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق فكأني لا أريد مكان من الجنة إلا طارت إلي ورأيت كأن اثنين أطياني أراد أن يذهب بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال لم ترى خليا عنه فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان عبد الله يصلي من الليل وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تباطؤت في العشر الأواخر فمن كانت محتريها فليتحرها من العشر الأواخر باب المداومة على ركعتي الفجر حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو بن أبي عجوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثماني ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا باب الزجعة على الشق الأيمن بعد ركعات الفجر حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعات الفجر استجع على الشق الأيمن باب من تحدث بعد الركعات ولم يستجع حدثنا بشير بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدث سالم بن نظري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا استجع حتى يؤذن بالصلاة باب ما جاء في التطوع مثنى قال محمد ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن أبي محمد عن محمد بن منكدري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستغارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت العلام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه فوإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمى حاجته حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة بن ربيعة الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف حدثنا يحيى بن بكين قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله
اللہ تعالی عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعد الظہر ورکعتین بعد الجمعہ ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء حدثنا آدم قال اخبرنا شعبۃ قال حدثنا عمر بن دینان قال سمعت جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يخطب اذا جاء احدكم الامام يخطب او قد خرج فليصلي رکعتین حدثنا ابو نعيم قال حدثنا صيف بن سليمان المكي قال سمعت مجاهد يقول اتي ابن عمر في منزلي فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دخل الكعبه قال فاقبلت فاجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج واجد بلال عند الباب قائما فقلت يا بلال اصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبه قال نعم قلت فاين قال بين هاتين استوانتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وقال عتبان بن مالك غدا علي الجنة على النبي علي الجنة نبي وأبو بكر وعمر بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين باب الحديث بعد ركعتي الفجر حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال ابو النضر حدثنا عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فان كنت مستيقظا حدثني والا استجع قلت لسفيان فان بعضهم يروي ركعتي الفجر قال سفيان هو ذاك باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سمى تطوعا حدثنا بيان بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن الطائن عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر باب ما يقرا في ركعتي الفجر حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعه ثم يصلي اذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين حدثني محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدث شعبه عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرت عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرت عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين ركعتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم القرآن باب التطوع بعد المكتوبة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبر نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته وحدثتني أختي حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكان ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله باب من لم يتطوع بعد المكتوبة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا قلت يا أبا الشعثاء أظن أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب قال وأنا أظنه باب الصلاة الضحى في السفر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن توبة عن مبرق قال قلت لابن عمر أتصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت فأبو بكر قال لا قال قلت لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخاله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني عمر بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هاني فإنا قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعتين فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا حدثنا آدم قال حدث ابن أبي زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سبح الصبحة الضحى وإني لو سبحها باب الصلاة الضحى في الحضر قال عتبان عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عباس وهو الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أوصاني الخليل بثلاث لا أدعوهن حتى أموت صوم 3 أيام من كل شهر والصلاة الضحى ونوم على وتر حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع
الصلاة معك فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيتي وروح له طرف حصير ماء فصلى ركعة فصلى عليه ركعتين وقال فلان ابن فلان من الجار ودلي أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقال ما رأيت صلى غير ذلك اليوم باب الركعتين قبل الظهر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعتين ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصلاة الصبح وكان ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر وصلى ركعتين حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة بن إبراهيم بن محمد بن المنتشري عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر ركعتين قبل الغداة تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة رضي الله تعالى عنه. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون افیشیل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ. باب الصلاة قبل المغرب وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حسين وهو معلم عند عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله بن المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله يزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي تميم ويركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فما يمنعك الآن قال الشغل باب صلاة النوافل جماعة ذكره أنس وعائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة ومجها في وجهه من بئر كانت في دارهم فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي لقوم بني سالم وكان يحول بيني وبينهم وإذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بينه وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه فوجدت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل فقضى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم فسلمنا حين سلم وحبسته على خزيرة تصنع له فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل منهم ما فعل مالك لا أراه فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك ألا تراه فقال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فقال الله ورسوله أعلم وأما نحن فوالله لا نرى بده ولا حديثه إلا إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال محمود بن الربيع فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم فأنكرها علي أبو أيوب قال والله
والله ما اظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط فكبر ذلك علي وجعلت لله علي ان سلمني حتى اقفل من غزوتي ان اسال عنها عثمان بن مالك ان وجدته حيا في مسجد قومه فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه فلما سلم من الصلاة سلمت عليه أخبرته من أنا ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. باب التطوع في البيت. وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب. وبه قال باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد المالك عن قزعة عن سمعت قال سمعت أبا سعيد الرباع قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كان غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح عن عبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. باب قباء مسجد قباء. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول له إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون ولا أمنع أحد إن صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا يتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. باب من أتى مسجد قباء كل سبت. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان عبد الله بن عمر يفعله. باب إتيان مسجد قباء راكبا وماشيا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. باب فضل ما بين القبر والمنبر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي وبين منبري روضة من رياض الجنة. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي وبين ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. باب مسجد بيت المقدس. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سميت قزعة مولى زياد قال سميت أبا سعيد الخدري رضي الله عنهم يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني وآنقنني. قال لا تسافر المرأة يوم إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا بع
بعد ولا بعد ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تشد الرحال ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة وقال ابن عباس رضي الله عنه يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء ووضع أبو إسحاق قلن سوته في الصلاة ورفعها ووضع علي رضي الله عنه كفه على رصغه الأيسر إلا أن يحق جلدا أو يصلح ثوبا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنه وهي خالته قال فاستجعت على عرض الوسادة فاستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات خواتم سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقات فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم استجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح باب ما ينهى من الكلام في الصلاة وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنهم قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا حريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال لي زيد بن أرقم إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني أمر بن عوف وحانت الصلاة فجاء بلال أبا بكر فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس قال نعم إن شئتم فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شكا حتى قام في الصف الأول وأخذ الناس بالتصفيح فقال سهل هل تدرون ما التصفيح هو التصفيق وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثروا التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غير مواجهة وهو لا يعلم وبه قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض فسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض باب التصفيق للنساء وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني سفيان قال حدثني الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للنساء والتسبيح للرجال وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء باب من رجع القهقر في صلاته او تقدم بامر ينزل به رواه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا بشير بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس قال الزهري اخبرني انس بن مالك ان المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وابو بكر يصلي بهم ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد شكف ستر حجرته عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك فنقص أبو بكر على عقبيه فظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه فأشار بيده أن أتموا ثم دخل الحجرة وأرخى السترة وتوفي ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة وبه قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعته قالت يا جريح قال اللهم أمي وصلاتي فقالت يا جريح قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريح قال اللهم أمي وصلاتي قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه الميامس وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت فقيل لها ممن هذا الولد قالت من جريج نزل من صومعته قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي قال يا بابوس من أبوك قال راعي الغنم باب مسح الحصى في الصلاة وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسبي التراب حيث يسجد قال إن كنت عاكلا فواحدة باب بسط الثوب في الصلاة للسجود وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه باب ما يجوز من العمل في الصلاة وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا سجد غمزني فرفعتها فإذا قام مددتها وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فزعته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه فذكرت قول سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرد الله خائسا باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة وقال قدادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدعو الصلاة وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأرزق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية فبينا أنا على جروف نهار إذا جاء رجل يصلي
فإذا جاء لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها وقال قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افلح بهذا الشيخ الله فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8 وشهدت تيسيره وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عربة قال قالت عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح سورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك ثالث ثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيت أريد أن أخذ قطفا من الجنة حتى رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاة فلا يقبضن أو قال لا يتنخعن ثم نزل فحتها بيده. وقال ابن عمر إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا قندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال رضي الله عنهم قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاكدون أزرهم من الصغار على رقابهم فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا. باب لا يرد السلام في الصلاة. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن القمد عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة لشغلا. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فآتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه فلم يرد عليه فوقع في قلبي ما الله به أعلم فقلت في نفسي لعلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ثم سلمت عليه فرد علي وقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به.
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهم قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وكانت حانت الصلاة فهل لك أنت أم الناس قال نعم إن شئتم فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر كبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام من الصف فأخذ الناس في التصفيح قال سهل التصفيح هو التسبيق تصفيق قال وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقر وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح إنما التصفيح للنساء ما نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ثم التفت إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي حين أشرت إليك فقال أبو بكر لا ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الخزر في الصلاة وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن الخزر في الصلاة وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مقتصرا باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة وقال عمر رضي الله عنهم إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر وهو ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا دخل على بعض النساء ثم خرج ورأي ما في وجوه القوم ما تعج بهم لسرعته فقال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضرات حتى لا يسمع التأذين فإذا سكت المؤذن أقبل فإذا سبب أدبر فإذا سكت أقبل فلا يزال بالمرء يقول له أذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد وسمعه أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم وبه قال حدثنا محمد بن المسنة قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أبو هريرة رضي الله عنهم يقول الناس أكثر أبو هريرة فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة فقال لا أدري فقلت ألم تشهدها قال بلى قلت ولكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعة الفريضة وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونذرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدة وهو جالس ثم سلم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك باب إذا صلى خمسا
وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له ازيد في الصلاه فقال ما ذاك فقال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم باب اذا سلم في ركعتين او في صلاه فسجد فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله يا رسول الله أنا قصد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول قالوا نعم فصلى ركعتين أخراوين ثم سجد سجدتين قال سعد ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم باب من لم يتشهد في سجدة السهو وسلم أنس رضي الله عنه والحسن ولم يتشهد وقال قتادة لا يتشهد وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال لو ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد في سجدة السهو تشهد فقال ليس في حديث أبي هريرة رضي الله عنهم باب يكبر في سجدة السهو وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي قال محمد وأكثر ظني أنها العصر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال أنسيت أم قصرت فقال لم أنس ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي رضي الله عنهم حليف بني عبد المطلب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة فهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه كمكان ما نسي من الجلوس تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير باب إذا لم يدركم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يذل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس باب السهو في الفرض والتطوع
وسجد ابن عباس رضي الله عنهم سجدتين بعد وتره. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن بكير عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسله إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وصلها عن ركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصليهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. وقال ابن عباس رضي الله عنه وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. وقال قريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة رضي الله عنها. فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر فإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. باب الإشار في الصلاة. قال له قريب عن أم سلمة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهم فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال نعم إن شئت. فقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر للناس فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقر وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر وما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني أبو وهب قال حدثني الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت دخلت على عائشة وهي تصلي قائمة والناس قيام فقلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت فأشارت برأسها أي نعم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ جالس وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا فإذا رفع فارفعوا. ہمارے دوسرے چینل
مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ.